السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الاصدقاء، العائله، الاحباب، نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على ما يرام. فيديو جديد، نهار جديد، كيف ما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي. اليوم غادي نوجد معكم الكتف بالبرقوق. راه نتوما عارفين الحمد لله العيد، هاد المناسبه يعني ضروري ما تنبقاو نديرو الشهيوات، ضروري ما كنديرو هذاك الشيء اللي حنا متعودين عليه نديرو. حنا بالنسبه لنا في نهار اول عيد بالنسبه بالليل كنديرو الكتف بالبرقوق. يعني كاين الناس اللي كيديروا الكسكسو، كاين الناس اللي كيديروا التقليه، كاين الناس اللي ما كيقيسوش الحوليه هذيك الليله. حنا بالنسبه لنا ماشي غادي نقول لكم العاده ديالنا، وانما انا من اللي عقلت على راسي هاد الشيء هما اللي تيديروا. يعني نقدر نقول لك مثلا في البلاد الاصل ديالنا يمكن كيديروا الكسكسو يمكن هكذا، ولكن حنايا تنديروا هاد الكتف ب هكا بالبرقوق. كاين اللي كيديروا مبخر. يعني انا بغيت نشارك معكم الكتف انا كيف كندير لي، صراحه طريقه سهله ماهله في ساع كنوجدو، كيجي رائع ما شاء الله. ما كتحتاجي لا تحمري، ما كتحتاجي حتى شي حاجه، كيجي مدغمر، كيجي رائع ما شاء الله. يعني وكيف ما قلت لكم الطريقه اللي هي سهله ماهله، بقاو معايا ان شاء الله غادي نعطيكم الطريقه. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير ومع العائله ديالكم ومع الاصدقاء ومع الحباب، وتكونوا فرحانين ان شاء الله. يلا غادي ندير معكم ان شاء الله الكتف بالبرقوق. كيف ما قلت لكم الطريقه اللي سهله ماهله، وفي ساعه غادي توجدوا، وكيجي كيف ما كتشوفوا ما شاء الله. يعني كيجي رائع، كيجي كيف تبان لكم المريقه ما شاء الله، كتجي خاتره مدغمره يعني رائعه ما شاء الله. والوقت يعني غتوجدوا ان شاء الله في واحد الوقت وجيز، لان احنا دائما كنقلبوا على الحوايج اللي كتكون زوينه والبنه يا سلام، ولكن كتكون باسرع وقت ممكن، لان احنا دائما كنتسارعوا حنا والوقت. يعني كنبغيو داكشي يكون فيت فيت، وبالخصوص اخوتي نتوما دابا عارفين مع الحراره ما كنبغيوش نبقاو في الكوزينه بزاف، وما تنبغيوش بهكا الطياب بزاف. وهذا يعني في ساعه غادي توجدي ان شاء الله. بقاو معايا وعيدكم مبارك سعيد، وتكونوا فرحانين وتكونوا سعيدين في حياتكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم الكتف اللي قلت لكم بالبرقوق، اللي انا سهل سهل بزاف. يعني انا متعوده هذه الطريقه اللي تندير الكتف. كديري على حساب بغيتي ديري الكتف، لان حنايا بالنسبه الليله الاولى ديال العيد الاضحى يعني في الغداء تنديروا الشوا عادي، كنديروا بولفاف كيف ما كيقولوا، وفي العشاء حنايا تنديروا هذا الكتف، تنديروا عليه البرقوق. يعني كل واحد وعلى حسب المدن اشنو متعود يدير. بالنسبه لينا حنا تنديروا كتف. غادي نشارك معكم كيف ما قلت لكم، غادي ناخذ واحد الاناء. انا الطريقه سهله ماهله اللي تندير، كنشد عندي هنايا واحد بصله محكوكه، واحد ثلاثه فصوص ديال الثومه محكوكين، هنايا الربيع والقزبر ومعدنوس هنايا مقطعين، وهنا التوابل عندي سكينجبير، عندي الكركم او الخرقوم البلدي، عندي الابزار، عندي راس الحانوت تكون مطحونه على اليد، عندي القزبر هنايا حتى هو مطحون على اليد. يعني شي حاجه اللي القزبر بالنسبه للحام رائع بزاف، والملحه نحاولوا ما نقهوش منها بزاف، وواحد جوج تعواد القرفه. وهنايا بالنسبه لزيت المائده انا دايره غير نص كاس، ممكن ديري قل على حسب الكتف ديالنا. اذا كان هكايا فيه الشحم بزاف، وانتم عارفين بان الغنمي بصفه عامه تيكون زايد في الدهون، نحاولوا نقصوا واحد الكاس الماء عادي من الروبيني. والبرقوق هنايا هادشي هو اللي عندي. كيف ما قلت لكم انا شنو تندير، كنشد التوابل كامله اللي كتشوفوا غادي نديرها في واحد الاناء، ومن بعد غادي ندير الثومه هنايا، راني كيف ما قلت لكم حكيتها. كيف ما قلت لكم بالنسبه كل واحد علاش متعود، كاين اللي كيدير الكسكسو بالليل، كاين اللي كيدير التقليه، كاين اللي كيدير اللحم بخار، كل واحد اشنو كيدير. هادشي هو اللي كاين. هنا هي البصله، غادي نشد هاد الكاس الماء، غادي نزيدو على هاد العطريه، وغادي نخلط مزيان. بالنسبه ليا انا الزيت ما كنديروش في الاول، اشنو تندير، كنشد هاد الكتف عندي كنشدو، كنحاول ما امكن انني نعطيه العطريه ديال بصح،
صافي وكنشد من اللي كنخليه ترقد ليا واحد شويه، ومن بعد كنديرو فيه كوكوط وتنقليه مزيان مزيان مزيان. عاده ندير عليه هذاك الكاس الزيت، وهذه نص كاس الزيت كيف ما كتشوفوا، ممكن ديري قل كيف ما قلت لك صافي. وهذيك الساعه عاد كنخليه حتى هو يتقلى ليا شويه، وديك الساعه عاد كندير واحد تقريبا واحد الكاس الماء صافي، ونسد عليه الكوكوط ديالي صافي. هادشي اللي كاين. غادي قلت لكم طريقه، انا بالنسبه ليا طريقه سهله ماهله ديال الكتف صافي. هكذا كندير ليه، غادي ان شاء الله نخليه يترقد ليا واحد شويه، وغادي نجيب الكوكوط وغادي نديرو فيها صافي. كيف ما كتشوفوا جبت الكوكوط ديالي اللي غادي نطيب فيها، كنحلها وغادي نشد. سمحوا لي بالنسبه لي انا كنرد العشاء، وسمحوا لي على كتسمعوا الخبير، ماما رباك كتقطع في الحولي، راه نتوما عارفين دابا الحراره ما يمكنش اننا نخليه يبات، من الاحسن اننا صافي نشف نحيدو. كيف ما كتشوفوا دابا انا صافي هنايا راني شديت الكتف ديالي، درتو هنايا في الكوكوط، وغادي نقليه مزيان 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 يتقلى. بالخصوص عرفتي ديك العطريه جديده يعني راه واحد نسمه زوينه، غادي نخليه يتقلى ليا مزيان، وندير هاد نص كاس تاع الزيت اللي خليت، وتا هو رجع عاوتاني نقلي حتى يعطيني داك اللون ذهبي، ومن بعد نزيد واحد نص كاس واحد الكاس ديال الماء، ونسد عليه الكوكوط. بالنسبه ليا انا هنايا البرقوق اشنو غادي ندير ليه، غادي نديرو في هاد الكاسرول حتى هويا، يعني ما بغيتش باش لا فيديو، انا اصلا ما بغيتش لا فيديو يجيكم طويل، بغيت في ساعه نشرح لكم الطريقه اللي كندير الكتف اللي قلت لكم الطريقه اللي هي سهله، وفي ساعه انكم توجدوا، وصراحه كيجي رائع رائع بزاف. بالنسبه ليا انا البرقوق كنشدو تنغسلو مزيان مزيان، كندير ليه غير الماء وتنشدو، وكنديرو بحال هكا فوق البوطه، كنخليه يطيب مزيان مزيان حتى كيتنفخ، وهذيك الساعه كيحيدو كاع منه شي حاجه اللي كانت باقي. اول حاجه خصنا ضروري ما نغسلوه مزيان، عاده كنديرو فوق البوطه حتى كيطيب ليا تقريبا، وكنشد كنحيد منه هذاك الماء، وكنزيد من بعد ما كيكون طاب ليا هذيك المريقه اللي كتكون في تاع الكتف، كنشد واحد جهد كاس ديال هذاك البلول ديال او المريقه ديالنا، وكنزيدها على هاد البرقوق، وتنشد واحد جوج المعالق ديال السنيده، واحد جوج عواد القرفه صافي، وكنخليهم حتى كيتعسلوا مزيان. وهذيك الساعه كنبقى صافي حتى كنخلي حتى يشد ليا داك يشد في داك ريحه هذيك القرفه وهذيك وكيتحلى بحال هكا صافي، وتنطفي عليه عادي. هذه هي الطريقه كيف ما قلت لكم اللي ساهله ماهله ديال الكتف بالبرقوق. صراحه انت الكتف بالبرقوق هكا الا بغيتي من بعد ما تطيبي انك تحيدي تخلي ديك المريقه بوحدها وتشدي تدخليه الفرن ممكن، لكن الاختيار انا عطيتك طريقه اللي هي ساهله ماهله تنوضي توجدي الكتف بسهوله ويجيك رائع ما شاء الله. بقاو معايا، انا دابا غادي نرد هذا الكوكوط ديالي، ورد كذلك الكاسرول ديالي، يعني كنبغي دائما نستغل الوقت، ودائما كناخذ الوقت يكون قصير، يعني مثلا بغيش نطول في الحاجه نخليها تطيب هذه عاد نرجع، لا من الاحسن انني نرد باش ملي كيجي يطيب لي تقريبا كل شيء مقاد باذن الله. غادي نرد معكم ونرجع نكمل معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ملي رديت، شوفوا راه هذاك الكاس الماء كافيين، يشوفوا اللون كيف دار. دابا عاد هذا النص كاس اللي دير عاد غادي نزيدو باش هكا يزيد يتحمر ليا صافي، ونقلي عاوتاني واحد شويه عاد هذيك الساعه نسد عليه. هنا كيف ما كتشوفوا البرقوق ديالي حتى هو راه داه، راني دايره فيه غير الماء هكا غسلته مزيان ودرت فيه الماء ودرته هكايا تيطيب ليا. وهنايا راه غادي نبقى ان شاء الله حتى غادي يشد ليا واحد اللون ذهبي، وها هو كتشوفوا فيه دابا تبارك الله ما شاء الله صافي. وديك الساعه نقلي ونسد عليه صافي. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت هذاك نص كاس الزيت هنايا راه تحمر ليا شد ليا اللون صافي. غادي دابا غادي ندير الماء، انا بالنسبه ليا غادي نحاول ما امكن اننا ما نديروش الماء على الحماء، نحاولوا نديروه في الجلب. انا بالنسبه ليا يعني واخا درت غراف غادي نزيد غراف اخر، لانني محتاجه غادي ناخذ ان شاء الله منه باش نزيد في البرقوق صافي. كيف ما قلت لكم غادي نزيد الكاس الثاني
صافي يكفي هكذا. صافي دابا غادي نسد ان شاء الله الكوكو تيطيب ليا. وهنا كيف ما كتشوفوا راه البرقوق حتى هو تبارك الله راه سير كيطيب. هادشي اللي كاين ان شاء الله من بعد ما غادي يطيب ونرجع نكمل معكم. كيف ما كتشوفوا هنايا راه من بعد شديت درت واحد البلول هزيته من هذاك الروا، هزيته من الكوكوط صافي ودرتو درت عليه واحد جوج عوات تاع القرفه ودرت عليه السنيده وغادي هكا نخليه يتعسل ليا كيف ما كتشوفوا. كذلك الكتف ديالي كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه شرب ليا، بقات عير مريقه قليله وطاب. بقاو معايا ان شاء الله حتى الاخر ونوريكم كيف جا الطبق. صافي دابا غندير شويه الروا، ضروري واحد بليله تكون خاسره بحال هكا بالجناب. وكيبقى عاوتاني تزيين كيبقى على حسب، ممكن ديري شويه البيض ممكن ديري اللوز، يعني انتي على حسب المتوفر عندك. انا وريتكم يعني طريقه كيفاش انا كندير هاد كيجي مدغمر، يعني ما تنحتاجش انني يكون كنديرش فيه بحال هكا يا الروا يكون بزاف. صافي هادشي هو. وغادي نشد البريقيق حتى همايا غادي نديرهم بحال هكايا حتى هما كيجيو ما شاء الله معسلين طيبين زوينين صراحة. صافي بحال هكذا كيف ما كتشوفوا هذا هو الكتف بالبرقوق كيجي ما شاء الله رائع. ما كتحتاجي لا الفران ما كتحتاجي لا تحمري لا حتى شي حاجه. صافي هذا هو تزيين وكيبقى لكم الاختيار. شوفوا انا بالنسبه لي اهم حاجه هو الكتف بالبرقوق صراحه كيجي رائع ما شاء الله كيف ما كتشوفوا. مريقه اللي خاطر زويونه يعني صراحه جا ما شاء الله. نتمنى ان الطبق ديال اليوم يعجبكم وعشركم بروكة وعيدكم مبارك سعيد وان شاء الله تكونوا مع احبابكم ومع العائلة فرحانين ان شاء الله. صراحة كاينة اطباق مغربية اللي رائعة رائعة ما شاء الله، علاش لا ما نديروهاش وكتكون سهلة في المتناول. انا بالنسبة لي هاد الكتف بالبرقوق كيجي رائع وتا الطريقة يعني تود سويت ما تتعطلنا ما تشي حاجة، يعني في اخر لحظة ممكن نوجدو. شكرا لكم على الدعم ديالكم. لو وصلتوا لهنايا وما درتوش البصمه عملوها ليا هي فضلا منكم وليس امرا للتشجيع، والبارطاج مع الحباب وعيدكم مبارك سعيد ويدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبراحه البال وباش ما كتمنوا يا سيدي ربي. حتى لهنايا غادي نقول لكم مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.